سلم وبارك على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذه الآيات العظيمة هي كما أخبر عنها ووصفها بأفضل وصف، لأنه أفهم وأعظم وأكرم من يعرف فهم القرآن العظيم وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال فيما أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة، كل الناس يتطلعون ماذا سيجري، ما الذي سيحل، كيف التفاصيل، كيف الجزئيات. قال: من سره أو أحب أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. فهذه السورة توصيف حقيقي ممن يعلم كل شيء، ظاهر الأمر وباطنه، وممن سيقدر ويحكم وينظم هذه الأشياء جميعها المذكورة في هذه السورة. قال تعالى: إذا الشمس كورت. والاستفتاح بالشمس لأنها من أعظم المخلوقات التي يرتبط بها الإنسان. باقي المخلوقات سيتغير وضعها، ولكن أعظم أو من أكثر المخلوقات اهتماما وارتباطا فيما بينه وبين الإنسان وهذه الشمس. يراها صباح مساء، تشرق عليه، يستظل من حرها ويطلب حرارتها، يتجمل بدفئها في الشتاء، ينظر إليها وإلى ضيائها وجمال نورها، يتعجب من حسنها فيصف الجميلين من الخلق بأنهم كالشمس. هذه الشمس التي يا أيها الإنسان قد تعلقت بها وكانت كثير من جزئيات حياتك في الدنيا مرتبطة بها، بدأ الله تعالى يحدثنا عنها في ملامح ومشاهد ذلك اليوم العظيم الذي ستختل فيه نواميس هذا الكون بإذن الذي شاء أن تكون يوما منظمة. وفي يوم القيامة سيأذن أن تختل هذه الأنظمة التي جرت عليها مقاييس الكون. هو واحد سبحانه وتعالى شاء أن تمشي شؤون الكون منظمة طول مقدار الدنيا إلى أن يأتي يوم هو الذي يغير كل هذه النواميس ليعلمك يا أيها الإنسان أنها لا تجري كما يقولون اليوم بشأن الطبيعة، غضبت الطبيعة فصار زلزال، غضبت الطبيعة فنزل الأمطار. أي طبيعة هذه يا عاقل؟ هذه الطبيعة إن كنت تقصد أنها تفعل من نفسها فأنت كافر بالله العظيم. وما من شيء يتصرف من عند نفسه، وإنما إن كنت تقصد، وهذا قل من يقصده أو يفهمه أصلا، إن كنت تقصد أنها طبيعة بمعنى مطبوعة كما يقول العرب قديما، فعيل بمعنى مفعول، يا
يعني مطبوعة، أي أن الله طبعها على ذلك فلا حرج. ولكن من يدري هذا؟ ما يدري إلا القليل. الذي يفهمه الناس أن الطبيعة فعلت، والطبيعة لا تفعل، وإنما الفاعل واحد أحد لا شريك له. يأذن أن تختل أول المخلوقات تأثيرا في حياة الإنسان، وأشدها اهتماما وارتباطا بهذا المخلوق. يأذن أن يختر، أن يختل نظام حياتها. كل يوم اعتدنا أن نرى الشمس مشرقة، وأن تمضي من الشرق ماضية إلى الغرب بنظام محكم دقيق، لو تأخرت عنه أو تقدمت أو تباعدت أو تقربت لاحترقت هذه الأرض التي نحن عليها، ولما استطعنا العيش عليها لحظات، لضقنا ذرعا بشدة البرودة إن ابتعدت عنا مسافة قصيرة جدا، ولا احترقنا من شدة السخونة إن اقتربت إلينا مسافة دقيقة جدا. هذه التي مضى عليها مئات الملايين ولعلها المليارات من السنين بهذا النظام المحكم سيختل نظامها. كما قلت، فهذه الآية من بدايتها صدمة لعقل الإنسان. عقلك مرتبط بماذا؟ بأي شيء؟ بشيء اعتدت تكراره كل يوم حتى نسيت أنه أحد مخلوقات الله. قديما جاء رجل إلى أحد أهل العلم فقال: أرني آية، أرني معجزة. المعجزات لا تكون إلا في زمن الأنبياء. قال: انظر إلى الشمس. فنظر إليها وعجب وبدأ يضحك، قال: هذه الشمس ما شأنها؟ فضحك الشيخ حينها منه وقال: لو كنت تعقل لعلمت أنها من أعظم آيات الله. كم تبعد عنا ونقول: حرارة يا خشوم، حرارة. كم تبعد عنك؟ فكر وأدرك. إن كان لك إدراك أو كنت تعقل أو كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد، فكر واعرف هذه القدرة الإلهية العظيمة التي بعد أن عرفها العلماء العاقلون، كما قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. اللي بيفهموا بيعرفوا هذه الآيات. فكر واعرف مقدار هذه الآية. هذه الآية التي نسيتها أنت أيها الإنسان، وأنها من أعظم آيات قدرة الله، واعتدت على سيرها المنظم الذي لا يختل يمينا ولا يسارا، هي أول ما سيختل. ستكور إذا الشمس كورت. وأصل كلمة التكوير كورة أصله من الاستدارة، يقال: كورت العمامة، أي دورتها، لففتها. فهذه الشمس سيلف بعضها على بعض، وتؤخذ أجزاؤها بما فيها من انفجارات. هذه الشمس وضياؤها ينبعث من انفجارات مستمرة ليل نهار، يأذن الله تعالى أن تكون في داخلها. هذه الانفجارات ستزداد حتى تلتف الشمس على بعضها فتتضاءل ويصغر حجمها، ثم يؤمر بها فينطفئ هذا الضوء الصادر منها. الذي اعتاد الإنسان ما أجمل هذه الشمس المشرقة، سينطفئ ضوءها بإذن ربها في يوم من الأيام، بعد أن تكور على بعضها وتلف وتجمع، ثم يؤذن بها أن تبتعد عن مشهد الإنسان الذي اعتاد عليها. قال: ومن ثم، قال: وإذا النجوم انكدرت. وكما قلنا، نحن كل إنسان يؤمن بالله بل ويعقل حتى ولم يكن مؤمنا، حينما يسمع هذه المشاهد التي لا إلف له بها وغير معتاد على سماعها، لابد أن يصاب بصدمة من هول ما يسمع، وهو أمر حق مقطوع به. قاله الذي خلق هذه الشمس والنجوم وكل ما يتكلم عنه، هذه هي إحدى مخلوقاته، فماذا سيصنع أيضا في يوم القيامة؟ قال: وإذا النجوم انكدرت. وانكدارها انطفاء ضيائها من جهة،
وتساقطها ونزولها من علوها الشاهق الساحق، نزولها منكسرة بعد أن طفئ ضوءها وزال هذا الإشعاع الجميل الذي كانت تزين به السماء. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، أي حركت عن أماكنها ولم تبق في المكان الذي هو فيه. ونحن حينما نضرب المثال على شيء لا يتزحزح نقول انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه كما شاء الله أن يضربه لموسى عليه السلام، فلما أذن هو أزال الجبل عن مكانه. أما نحن بقدرتنا الضعيفة الضئيلة الصغيرة فلا نستطيع إلا أن نضربه مثالا على الصمود، على البقاء في مكانه بلا تزحزح. انظر إلى الجبل، هذا مستقر لا يمكن أن يزول عن مكانه. أي شيء نزيله؟ قد نزيل جزءا منه، قد بعد أن نبذل جهودا جبارة في ذلك. أما الجبال على وجه هذه البسيطة، على وجه الأرض كلها، أن تزول من مكانها وتسير إلى جهة الله أعلم بها، فذاك ما تطيش له العقول ويطير له الصواب. هذا سيحصل؟ سيحصل، نعم. وهو المشار إليه بقوله تعالى أيضا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. سبحان الله العظيم. أيضا كما قلت هي رمز للثبات، فإذا قيست بمن خلقها فإنها لا شيء. فقل ينسفها ربي نسفا. ويتساءل البعض عن معنى تلك الآية، معناها يوم القيامة، نسفها وإزالتها يوم القيامة أو يوم القيامة سيكون. وإذا الجبال سيرت، في السورة التي تليها إشارة أيضا إلى مثل هذه المعاني. قال وإذا الجبال سيرت، أي عن أماكنها، بعد أن اضمحلت صخورها وزال علوها ونزلت إلى الأرض حتى لم يبق منها شيء، لأن الأرض جميعها ستصبح سوية واحدة. قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت في آيات أخرى، فهذه الأرض كلها ستصبح سوية واحدة ممتدة بسيطة كما أشرنا في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة. وقلنا إن السائرة هي الأرض البيضاء المتسعة الممتدة، هذه هي الأرض التي زالت جبالها ولم يبقى على ظهرها شيء ينظر إليه فيقال هذا لا يزول، زال ما كان عليها من صخور وجبال، وهذه الارتفاعات الشاهقة ستصبح ممتدة على الأرض. قال تعالى وإذا العشار عطلت في ذلك اليوم أيضا. والعشار هو جمع عشراء، والعشراء هي الناقة الحامل التي بلغت في حملها 10 أشهر واقترب وضعها لوليدها، فهي تكثر رفع صوتها من شدة الآلام التي تضرب في بطنها. وهذه الناقة هي أنفس الأموال عند العرب، هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي ناس بقروا حمر النعم فتح الله عليهم من كثرة علمهم بكلام العرب، وحمر جمع حمار، والنعم والنعم جمع نعمة، فيقولون حمار مع نعمة من كثرة علومهم العجيبة. نعم، وهي حمر النعم، والحمر لونها أحمر أي نفيسة جميلة كبيرة، والنعم هي الإبل والبقر والغنم، ويقصد بها هنا الإبل. هذه الإبل العشراء الحامل التي هي أنفس الأموال عند العرب، لما؟ لأنها تجمع شيئين، أولا أنها كبيرة الحجم فإذا ذبحت خرج منها لحم كثير فأطعم الناس، وثانيا لأنها كبيرة تستطيع الحمل، هذا ثانيا، بل لثلاثة أشياء قلت لشيئين،
وثالثها لأنها تدر في هذه الحال لبنا كثيرا، يعني حليبا كثيرا، هي حامل فيدر لبنها، وكذا إذا وضعت يزيد ويزيد، فهي مال نفيس جدا. فالعرب كانت تعتني بها وتبعث الناس من الرعاة يحيطون بها ليدفعوا عنها أن تسرق أو تقتل، وقامت حروب من أجل النوق كما تعرفون قصص داحسة والغبراء وغيرها. هذه العشار عطلت، أي لم يعد يهتم بها أحد، وقد كان الناس يحوفونها ويهتمون بها ويحيطون بها لأنها مال نفيس. في ذلك اليوم سيتركها أصحابها، فيشار إليهم مثلا: هذه أموالك النفيسة يا أخي، اهتم بها، ما عاد له فكر بشيء، وأي شيء يهمه وهو يرى مبادئ الدنيا كلها ومظاهرها قد اختلت أمام عينيه، من أين له أن يصحو بعد ذلك لماله ومتاعه؟ ما عاد يلتفت إلى شيء، طاشت الدنيا كلها بما فيها أمام عينيه، ما عاد يلتفت. فهذه العشار تمضي وتسرح في الأرض ولا يلتفت إليها أحد، عطل الاهتمام بها وما عاد يلتفت إليها، وكذا سائر أموال الناس، ما عاد أحد يلتفت إليها. قال: وإذا الوحوش حشرت، والوحوش جمع وحش، ويشار بها إلى جميع أنواع المخلوقات وبخاصة المفترسة منها، وهذه عادتها إذا اجتمعت بباقي المخلوقات زاد توحشها، لأنها وحش، لأنها مفترسة، فإذا جمعت مع المخلوقات ستتوحش، فتنهش هذا وتضرب هذا وتعتدي على هذا. في ذلك اليوم ستنكسر الوحشية المطبوعة في نفوس هذه الوحوش، فتمضي منكسرة ذليلة مجموعة سائرة إلى المكان الذي أمرها الله تعالى أن تقف فيه. الوحوش حشرات، يشار إليها إلى هناك، فتمضي خانعة ذليلة كثيرة، لا تلتفت إلى طعام تأكله ولا إلى شيء تنهشه، بل هي محشورة ماضية إلى المكان الذي تساق إليه. قال: وقد يخطر في بال الإنسان، وقد ذكرت ذلك فيما سبق ولا بأس بالإشارة إليه، ولماذا تحشر الوحوش أصلا؟ ألها حساب أم عقل؟ لا، ولكن سيقاد لها كما تعلمون، أي يقتص للظالم من المظلوم من الوحوش من الحيوانات، فإذا أخذ لكل صاحب حق حقه قيل لها كوني ترابا، انتهى الأمر. هذا يوم الفصل الذي يؤخذ فيه الحق لجميع الخلق، وبعد ذلك من كلف يحاسب، ومن لا يكلف يعود ترابا. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وامض معي في هذا السياق الرباني المقطوع به كما قلت، الذي تكون أنا وأنت وكل مؤمن مصدق بكلام الله يشاهد هذا المشهد رأي عين كما أخبر في الحديث. امض معي لتتخيل هذه البحار والمحيطات التي تشكل ما يزيد على 70% من وجه هذه الكرة الأرضية ستتحول إلى نار مشتعلة. وإذا البحار سجرت، يقال سجر التنور أي أشعله، سجرت، وكذا في سورة الانفطار بعدها، وإذا البحار عبر في الآية التي تليها في السورة بعدها فجرت. اشتعالها لا يكون نارا تشتعل هكذا بلهيب خفيف في لحظة لا ينتبه إليها الإنسان، بل إنها ستكون بلحظة مهولة بدء اشتعالها، ومن ثم متابعة اشتعالها سيحدث انفجارات ضخمة لا قبل للإنسان أن يطيق سماع صوتها أو النظر إليها أو إلف هولها. ستنفجر كلها وتبتدئ بعد ذلك بالاشتعال،
تشتعل هذه البحار كلها كما قلت، وتخيل هذا الأمر المشتعل. إذا كانوا يقولون اليوم أو نرى في بعض الصور كما يقولون بئر نفط مشتعلة، ننظر فنقول أعوذ بالله من هذا اللهيب، وهي بئر صغيرة في مكان صغير في أقاصي الأرض. نقول هذا مكان مشتعل، كم يصل لهيبه واشتعاله وكذا. فكما قلت فامضي معي بفكرك وعقلك لتتصور تلك الدنيا التي معظمها بحار ومياه ستتحول إلى نار ملتهبة مشتعلة. لذا ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النار تأتي يوم القيامة لها معها 70,000 ملك، أو معها لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. وستقول لي كيف ستجر النار أصلا؟ أقول لك لا تقس الدنيا على الآخرة رحمك الله، فليست موازينها موازين الدنيا بحال من الأحوال، لا تشبهها بحال من الأحوال. أنت امضي معي من أول الأمر لتعرف أن الأمر لا يشبه ما عليه الآن ولا تستطيع أن تتصوره أنت. والله تعالى يخبرك عما سيجري لتعرف تلك القدرة العظيمة وتصدق بها، ومن ثم تجهز لهذا اليوم العظيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فالله تعالى يحكي لك هنا الآن يا أيها العاقل لتخشى ذلك اليوم المهول العصيب الشديد الذي لا تستطيع أن تقادر قدره ولا أن تعرف هوله، وإنما تستطيع أن تعرف شيئا عنه من خلال ما ساقه لك ربك عنه. فإذا عرفت هذه الأهوال التي سقنا بعضها الآن، تجهز نفسك بخشية حقيقية من قبلك لله تعالى، حتى إذا قدمت على ذلك اليوم كنت من هؤلاء الذين لهم ظل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لهذه السورة تتمة، أسأل الله أن يعيننا على إكمالها. نفعنا الله بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.